السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل اللي بيسمعني، معكم الأستاذة صفاء أو ميس صفاء من قناة يوتيوب. اللي بيسمعنا أول مرة وعجوا الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس. حابة أعرفكم في قنوات أخرى، عندنا قناة يوتيوب معرفة، عندنا قناة يوتيوب ملكة التعبير، الثلاث قنوات مخصصة للتعبير، إنشاءات وضعيات تدميجية، حلول تلخيص دروس، إذاعات مدرسية، تقارير رسائل، مسرحيات وغيرها من محتوى القناة. أتمنى منكم الاشتراك في هذه القنوات فضلا وليس أمرا. يمكنكم الوصول إليها، ممكن تفتح أي تفتح القناة الأولى حتى تجد باقي القنوات في عند فيديوهات مميزة في الصفحة الرئيسية، أو ممكن تكتب اسم القناة في البحث ستظهر لك. اليوم تعبير كتابي أو وضعية دمجية عن الكرم في العصر الجاهلي. الطلب مني من أكثر من متابع يريد هذه الوضعية، في شخص طلب مني بنمط تفسير وشخص آخر طلب مني بنمط سردي، فأنا كتبتها في فيديو، يعني هنزلها في فيديو واحد. يا رب تعجبكم الوضعية، تستفيدوا منها وتصلكم في الوقت المناسب. نقرأ كده الأولى دي بالنمط التفسيري. مقدمة رباط. يعد الكرم من أبرز الخصال الموجودة عند العرب في العصر الجاهلي. فما هي أسباب الكرم أو أسباب الكرم عند العرب أو أسباب الكرم في العصر الجاهلي. دي كده المقدمة. العرض هتكلم عن أسباب الكرم عند العرب في العصر الجاهلي. العرض: ولقد أحب العرب الكرم واتخذوا له رموزا وأشارات، فقد كان من أفضل السمات والفضائل الإنسانية. ولعل أسباب الكرم العربي منها طبيعة الحياة، حيث كانت البيئة العربية صحراء قاحلة وكان سكانها من البدو في ترحال مستمر بحثا عن موارد المياه والكلاء، فتلك البيئة جعلت العرب يدرك قيمة إعانة المحتاج وكرمه، وهذا بالإضافة إلى طبيعة الحياة الاجتماعية حيث انتشرت في البيئة صفة حب الفخر والتباهي بخصال الكرم والسخاء وفعل الآباء والأجداد، فيتبهون بالكرم والسخاء ويصفون بالكرم عظماء القوم. واشتهر بعض العرب بهذه الصفة الحميدة حتى صار مضربا للمثل. ونذكر بعض النماذج ومن هؤلاء الذين اشتهروا بفيض كرمهم وسخاء نفوسهم، منهم حاتم الطائي. ولا ننسى تأثير الحروب والنزاعات في تلك الأوقات دور في تعزيز ظاهرة الكرم. ونلاحظ أن العرب كانوا يخصصون ما يقارب من نصف ما يملكون من ثروة لترفيه الضيف. الخاتمة: الكرم صفة من الصفات العربي الطيبة والسجية من سجاياه الكريمة، التي تمسك بها ولا يحيد عنها مهما كان الثمن، فهي تجري في عروقه شهامة وإباء وعزة للنفس وإغاثة للملهوف. دي كده الموضوع الأولاني، نمط تفسيري. حنجد النمط التفسيري الأفعال المضارعة. يعاد السؤال: ولعل أسباب، بذكر الأسباب. يدرك جمل الخبرية، هنجد الجمل الخبرية، وهذا بالإضافة إلى يتباهون الأفعال المضارعة، يصفون. نذكر بعض النماذج، نعطي أمثلة، ده تفسير أيضا. ولا ننسى ونلاحظ أفعال معينة والاستنتاج، يخصصون فعل مضارع يتمسك بها ولا يحيد عنها، تجري فعل مضارع، هي ضمير ليرضع خط تحت مؤشرات النمط التفسيري. ندخل كده على النمط السردي، بسرة قصة عن الكرم في العصر الجاهلي. نقرأها مع بعض بعد لحظات، يا رب تعجبكم.
قصة طلبت مني ان انا اوظف السرد واوظف التشبيه والمضارع المنصوب. ذات يوم سأل الرجل حاتم الطائي قال له: يا حاتم، هل غلبك احد في الكرم؟ قال: نعم، غلبني غلام يتيم طائي، نزلت بفنائه وكان له 10 رؤوس من الغنم، فعمد إلي إلى رأس منها فذبحه وأصلح من لحمه وقدم إلي، وكان فيما قدم إلي الدماغ، فتناولت منه فاستطبته، فقلت: طيب والله. فخرج من بين يدي وجعل يسبح رأسا رأسا ويقدم لي الدماغ وأنا لا أعلم. فلما خرجت لأرحل وجدت حول بيته دما عظيما، وإذ هو قد ذبح الغنم بأسره، فقلت له: لما فعلت ذلك؟ فقال: يا سبحان الله، تستطيب شيئا أملكه فأبخل عليك به؟ إن ذلك لسبت على العرب قبيحة. قيل: يا حاتم، ما الذي عوضته؟ قال: 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقيل: إذ أنت أكرم منه. فقال: بل هو أكرم، لأنه جاء بكل ما يملك، وإنما جدت بقليل من كثير. وهكذا كان العرب في الجاهلية محبين الكرم الذي تورثه جيل بعد جيل، حتى أصبح عندهم كالكنز أو التراث الذي لا يفنى عبر الزمن، أو الذي لا يفنى عبر الزمن. ده النمط السردي. سردت قصة هنا، المضارع المنصوب، لأرحل، لام لام التعليل، هنا كالكنز تشبيه، أصبح عندهم الكرم كالكنز أو التراث. أشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم، وأعجبكم الفيديو تنسوش اللايك وكومنت للقناة، دعم لنا نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. أراكم في الفيديوهات القادمة، مع السلامة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.